كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم عنا فيديو جديد. اليوم بدنا نعمل صابون، بس بدنا نعمل صابونة الشمندر. وقبل ما بلش بالفيديو، اللي عم يشوفني لأول مرة بليز ما تنسوا تعملوا سبسكرايب ولايك وتفعلوا الجرس تيوصلكم كل شيء جديد. وهلأ خلينا نبلش. وهلأ نحن بحاجة لصابونة الشمندر، صابون جليسيرين أو صابون التزويب والسكب اللي اسمه ملت أند بور بالإنجليزي. فيكم تلاقوه بمحلات بتبيع مستلزمات صناعة الصابون أو بمحلات الأونلاين أمازون أو إي باي أو إتسي. وبدنا كمان هيدا المكون الرئيسي اللي هو بودرة الشمندر، بيجي بهيدي الطريقة. أنا صراحة اشتريته جاهز، اشتريته من شركة كتير بوثق فيها بتبيع منتجات طبيعية 100%، بيتروت باودر. لو بتشوفوا عن جد ريحته كأنكم قاصين شمندر، ويعني ريحته طبيعي 100%، كتير حلو. واللي ما قادر يحصل بودرة الشمندر فيكن انتو بكل سهولة تعملوها بالبيت. بتجيبوا حبة شمندر بتبرشوها، بتصفوها من المي كتير منيح، بترجعوا بتحطوها على صينية وبتتركوها تنشف لحالها شي 4 أيام 5 أيام، وبعدين بترجعوا بتحطوها بالميكسر وبتطحنوها. بس أهم شي لازم تكون ناشفة 100%. وبحاجة كمان لزيت جنين القمح. هلأ فيكن انتو تحطوا زيت عطري وفيكن ما تحطوا، انا بفضل ما ينحط. يعني الصابون اللي مخصص للبشره، خاصه بشره الوجه، انا ما بفضل ينحط له زيت عطري. بس اليوم بدنا نحط هيك نقطه صغيره لانه ريحه الشمندر كتير قويه لما بنحطها بالصابونه، ولازم نحط لها هيك شيء يكون حلو، يعني ريحته حلوه. فانا رح احط لها نقطه واحده او نقطتين من الكرز لتحسن شوي ريحه الشمندر، مع انه ريحه الشمندر منا عاطله بس فينا نخليها تكون احلى. يعني هلا اول شيء انا عندي هذا الصحن، بدي احط 100 جرام من الصابون، 100 جرام بيعادلوا صابونه او حسب القالب اللي عندكم. امرار بتعوزوا 120 جرام او 130 جرام. بدي 100 جرام من الصابون دوبهم على حمام مريم او حمام مي سخنه، وبرجع لكم لنحط باقي المكونات. وهلا من بعد ما داب الصابون عندي، بدي احط له ملعقه صغيره من الشمندر المطحون. بدي احركهم اكيد بسرعه، تحركوهم بالخفاقه مشان تندمج المكونات ويدوب الشمندر منيح بالصابونه، ما يترقد عندكم تحت. مثل ما شفتوا اللون كتير حلو. بدي احط لهم كمان نص ملعقه صغيره زيت جنين قمح، بدي انطر شوي هيك يعني شي دقيقتين ثلاثة ليروح البخار من الصابونة لأقدر حط الزيت العطري مشان ما يتبخر كمان الزيت العطري. وهلا صار فيي زيد نقطتين من الزيت العطري. أكيد أنا عندي القالب معقم، لازم تجهزوا ادواتكم كلياتها وتعقموا كل شيء قبل ما تبلشوا بالشغل، لانه مثل ما بتعرفوا نحن بشتويه، واذا ما اشتغلنا بالصابونه بسرعه كثير بتدوب معنا. وهلا سكبناها بالقالب وبدي رشها بالكحول دغري. هيدا الكحول كمان كتير بنسأل عنه، مع انه بقول بكل الفيديوهات لشو بستعمله. هيدا كحول طبي بنستعمله منرش القالب للتعقيم ومنرش وجه الصابونة لنمنع الفقاقيع البابلز يعني عنا. هلا بدنا ننطر صابونتنا لتنشف وارجع فرجيكم اياها بالشكل النهائي. هلا نحن حطينا صابونتنا على جنب تتنشف. بدي فرجيكم هلا، مثل ما بتعرفوا ب 14 شباط هو عيد الحب اللي هو الفالنتاين.
وبينطلب منا نحن خاصة قاعدين بلبنان، بينطلب منا أمرار هدايا لهالمناسبة. وحضرت كم شغلة فيكم تعملوا هيك أفكار. صابوني مثلا على شكل قلب، حطوا له وردة طبيعية جوا مجففة، حطوا له جليترز. هيدا شكل قلب تاني كمان. نحن ما رح نعمل فيديو خاص لهيدي المناسبة، بس حبيت فرجيكم إذا انطلب منكم هيك شيء تكونوا عارفين شو بدكم تعملوا حسب البلد اللي انتم موجودين فيه. أفكار كتير مهضومة، مثلا هيك عندي علبة أنا هون صغيرة، شوفوا هدول على شكل شفاف. وفيكم تعملوا بوكس كبيرة مثلا تحطوا صابون فيها وتحطوا فيها هيك اشياء كلها على احمر وزهر، مثل هيدا املاح الاقدام. فيكم تحطوا مخمرية كمان، فيكم تحطوا كمان مقشر لونه زهر، وفيكم تحطوا بقلب العلبة الباث بومب اللي هي الكرات الفوارة او كرات البانيو، قنبلات البانيو مثل ما بنقلها. يعني هيك حبيت اعطيكم افكار هيك مشان اذا طلب منكم لعيد الحب تكونوا عارفين شو بدكم تعملوا. وهلا نشفت معنا الصابونه، يعني ما نشفت 100%، بس خلص انا صار لازم شيلها للحق نزلكم الفيديو، عرفتوا؟ مدة شوي هي بعد، يعني تقريبا نشفت شي 95%، بس صار فينا نشيلها من القالب. كتير حلوة، ليكو مللون بعقد اللون واندمج مع كل الصابونة. هيدا بدل انه الشمندر هيدا اللي جبناه هو طبيعي 100%. اذا بدكم تجيبوا من هيدا من برا يعني تشتروه، لازم من مصدر موثوق فيه. يعني انا اشتريته من مصدر كتير موثوق فيه، محل معروف بلبنان ببيع اشياء عضوية اورجانيك، وما بتتخيلوا ريحته شو حلوة. هلأ من فوائد صابونة الشمندر للبشرة، بيعتبر الشمندر مخزن لمضادات الأكسدة وفيتامين سي. الشمندر فيه كتير فيتامين سي، هو بالبودرة تبعيته، وبيمتلك عدة فوائد للبشرة، حيث يعمل على زيادة تدفق الدم إلى الجلد وبيساعد بتجديد الخلايا الميتة، وبيمتلك خصائص مضادة للبكتيريا. ومن فوائده للبشرة أهم يعني محاربة علامات تقدم السن، لأنه كتير في فيتامين سي موجود فيه، بحماية الجلد من علامات التقدم مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة، معالجة حب الشباب، والتخفيف من تصبغات الجلد. هلأ منشوفها بالشكل النهائي. وهيدي صابونة الشمندر مثل ما شايفين، طلعت عن جد رائعة، لونها كتير حلو. زينتها بشوية جليترز وورق ذهب. مثل ما شايفين فوائدها عديدة، وأكيد إلها فوائد أكتر من هيك إذا بتبحثوا بالإنترنت بتشوفوا الفوائد كاملة. بتمنى تجربوها وتعملوها، وهيدي بنستعملها كل يوم على البشرة. لهون بكون خلص الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم. بليز ما تنسوا تعملوا وسبسكرايب وتفعلوا الجرس ليوصلكم كل شي جديد. ميرسي.